أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الرابع، جاهزون لحصة اللغة العربية؟ أعزائي رابع، افتح دوسيتك على القسم التحليل، تحليل درس تعاون ونظام صفحة 13، افتح صفحة 13 وافتح كتابك على نفس الدرس. عزيزي رابع، على بداية الدرس على قرية النمل، قرية النمل، تعاون ونظام قرية النمل. الآن عزيزي هنا نأتي، حبايبي رابع، نأتي إلى درسنا على الدوسية. طبعا قلنا الفكرة العامة من قرية النمل أو من درس تعاون ونظام، التعاون يبني أوطانا وأمجادا، تذكرون؟ أخذنا معاني الكلمات، سأعيد المعاني. اليرقة قلنا هي النملة في أول خلقها، عجزت قلنا لم تستطع، تشق تفتح، استدعت نادت، تسير تمشي، نظام دقيق يعني مرتب، ترعى أي تهتم به، يفقس يخرج، يحكمها يلزمها، حجمها أي وزنها، الحجم الوزن. الضاد الكلمات يا رابع عكس الكلمة، ضار نافع، تبني تهدم، تجمع، شو عكس تجمع؟ تفرق. طيب شو عكس نظام؟ فوضى. شو عكس ذكاء؟ غباء. الآن أعزائي نأتي إلى الصفحة المقابلة، بعد قراءة نص قرية النمل، بعد ما قرأنا هذا الدرس، أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول يا رابع، بما يتميز النمل؟ بماذا يتميز النمل؟ ماذا قلنا؟ بماذا قلنا يتميز النمل؟ يتميز يا رابع بالذكاء وحب العمل، بالذكاء وحب العمل. إذن الذكاء وحب العمل. اثنين، أين يعيش النمل؟ ثلاثة، ما وظيفة الملكة في قرية النمل؟ قلنا شو وظيفة الملكة، ماذا تفعل؟ أربعة، ماذا تفعل النملة إذا وجدت طعاماً لا تستطيع حمله؟ شو بتعمل إذا وجدت طعام ثقيل لا تستطيع حمله؟ نعم يا رابع، اكتب الإجابة هنا. خامساً، أذكر وظائف العاملات في قرية النمل، ماذا تعمل العاملات؟ عفواً، ماذا تعمل العاملات؟ شو وظيفتها؟ حكينا واحد اثنين ثلاثة. ستة، ما فوائد النمل في البيئة؟ شو فوائد النمل للبيئة؟ نقطتان. إذا هذا السؤال ورقة عمل واجب، ورقة العمل هذه واجب. اكتب معاني الكلمات الآتية، هذه الورقة واجب كلها. اليرقة ما معناها؟ لم تستطع، شو معناها؟ استدعت، كذلك اكتب معناها. تفتح معناها، ترعى معناها، مرتب معناه. إذن هنا ضع المعاني واحفظها. هات ضد الكلمات الآتية يا بطل، يلا يا رابع يا أبطال، هات ضد الكلمات عكسها. ضار نعم، تهدم، نظام، غباء، تفرق. إذن هنا ضع ضد الكلمات. رائع يا رابع، أحسنتم. الآن عزيزي انتقل إلى الصفحة الثانية، صفحة 15، الصفحة 15، وافتح كتابك على الدرس لأن سيتم الآن الاستخراج. استخرج عزيزي رابع من نص قرية النمل ما يلي: الشمسية، استخرج الشمسية. الشمسية يا رابع قلنا هي التي تكتب ولا تلفظ، بيكون فوقها شدة. يلا نطلع الشمسية هون من الدرس. انظر، النمل، النمل، لاحظ هي شدة وهنا لم تلفظ، إذا نكتب النمل في الفراغ وضع الشدة. القمرية، القمرية يا مس تلفظ وتكتب، يلا نبحث عن القمرية.
العمل، هذه هي كلمة العمل ويكون فوقها سكون، إذن كلمة العمل ضع سكون. تنوين كسر، يلا يا رابع، تنوين كسر وتنوين فتح، ابحث عن تنوين الكسر أولا. هنا نبحث عن تنوين الكسر، جماعات، رائع، جماعات. تنوين الكسر يكون تحت الحرف بهذا الشكل. تنوين فتح، يلا ندور تنوين فتح. نعم، كاملة، ها هي كاملة، كاملة، رائع. تاء مفتوحة، تاء مفتوحة أو تاء مبسوطة، يلا ها هي كلمة اليرقات أو كلمة جماعات، هذه تاء مفتوحة، إذا اكتب هنا اليرقات. همزة متطرفة، ما هي الهمزة المتطرفة يا رابع؟ شو حكينا؟ قلنا الهمزة المتطرفة هي التي تأتي آخر الكلمة، في آخر الكلمة بسموها متطرفة. ها هي كلمة أجزاء، 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 همزة متطرفة. السؤال الذي يليه، املأ الفراغ في كل مما يأتي بالشكل المناسب للألف. نضع ألف ممدودة أم ألف مقصورة؟ شو حكينا؟ أذكركم يا رابع، قلنا إذا كان الفعل آخر واو بيكون ألف ممدودة، وإذا كان الفعل آخر ياء بنحط في الفعل الماضي ألف مقصورة. يلا نطبق هذا الحكي. يرسو بتصير رسى، يمشي آخرها ياء إذا بتصير مشى، حط ألف مقصورة. يشكو شكى آخرها واو بنحط ألف ممدودة. يكوي آخرها ياء بتصير كوى، ألف مقصورة. ينجو نجا، يدعو دعا، يحكي حكى، يرمي رمى. سهلة يا مس. يلا ننتقل إلى استخراج القواعد النحوية. استخرج من النص قرية النمل ما يلي: اسم موصول، ما هي الأسماء الموصولة يا رابع؟ الذي، التي، اللذان، اللتان، واللائي أو اللاتي. هون نبحث عن اسم موصول، الذي أو التي، هي التي، إذا ضع اسم موصول التي. فعل مضارع، هيو يتميز فعل مضارع، يتميز فعل مضارع، فاعل بيجي بعده على طول الفاعل، يتميز النمل، إذن النمل، النمل فاعل. جمع مؤنث يا رابع، جمع مؤنث اللي فيه ألف وتاء زي كلمة المعلمات، الطالبات، إذن ألف وتاء آخره، ها هي جماعات. عندي كمان كلمة اليرقات، اكتب واحدة منها أو تكتب تنتين، جماعات اليرقات، جمع مؤنث. حق حرف عطف، حروف العطف الواو والفاء وثم، هي الواو وهي ثم، إذا أكتب هون حرف عطف و وثم. مضاف ومضاف إليه بيكونوا وراء بعض. يلا نبحث عن المضاف والمضاف إليه. طبعا المضاف والمضاف إليه يا رابع بيكونوا يكملوا بعض، يعني كلمة تكملها كلمة أخرى. يتميز النمل بالذكاء وحب العمل، ها شوف معي، حب العمل، حب مضاف والعمل مضاف إليه مجرور بالكسرة، إذا حب نكتبها هون مضاف والعمل مضاف إليه مجرور بالكسرة. ضمير غائب، رابع ما هو ضمير الغائب؟ ما هي ضمائر الغائب؟ هو، هي، هما، هم، هن. يلا ابحث لي عن ضمير غائب يا رابع. هي، هيها في السطر الأول، إذا هي نضع هنا هي. الآن يا رابع انتقل للسؤال، حول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية. يلا حول يا رابع الجملة الفعلية إلى اسمية. رأيت القمر بدرا، هذه كلها أفعال بداية الجمل، حولها إلى اسمية، حط الاسم في الأول. إذن القمر، رأيت القمر بدرا، القمر رأيته بدرا، نكتب القمر رأيته بدرا.
يتعامل النمل لحمل الغذاء. النمل يتعاون لحمل الغذاء. أحسنت يا رابع. ثلاثة، ظهر الغيم في السماء. يلا حط الغيم في الأول. الغيم ظهر في السماء. نعم. رابعا، تضع الملكة البيض. الملكة تضع البيض. سؤال خمسة وستة وسبعة وثمانية واجب يا مس، حلها لحالك يا مس على نفس الحل، على نفس نمط المثال اللي حليناه الآن. سأقرأ المثال الخامس. تبني العاملات القرية. ستة، تدافع العاملة عن قرية النمل. سبعة، ترعى الأم ولدها. ثامنا، صلى المريض جالسا. حول هذه الجمل إلى اسمية زي ما حلينا الأربع أمثلة السابقة.